بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي، فيديو النهاردة فيديو جديد من سلسلة الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن فوائد الخضار والفاكهة. قبل ما ابدأ كده ونشوف هنتكلم عن ايه النهاردة، يا ريت لو انت جديدة في قناتي وعجبك محتوى القناة اتمنى منك تدوس اشتراك وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي الكل. ولو عجبك الفيديو نوريني كده بلايك بيسعدني. اما لو انت مشتركة بقناتي بالفعل وعجبك الفيديو دعميني بلايك برضو. واتمنى ان شاء الله تكون سلسلة الفيديوهات دي بتنال اعجابكم عشان استمر فيها. والنهاردة اخترت ليكم حاجة جميلة وجديدة ومفيدة هنتكلم عنها. النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن البطاطا. بتعتبر البطاطا الحلوة من اشهر مصادر فيتامين الف ومضاد للأكسدة القوي البيتا كاروتين، مما يجعل لها العديد من الفوائد. ويلا بينا كده نسمي الله ونبدأ نشوف فوائد البطاطا الحلوة. طعند البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة مميزة خاصة في فصل الشتاء، بتمد الجسم بالدفء والطاقة وتعزز المناعة وتعزز صحة القلب والشرايين، إذ تعتبر مصدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية بالإضافة إلى الألياف الغذائية. بهذا قد تمتلك البطاطا الحلوة العديد من الفوائد التي قد تعود على صحة الإنسان، وتتميز عن البطاطا البيضاء بكونها أغنى بعنصر الكالسيوم وفيتامين A. ونشوف دلوقتي الفوائد دي للجسم. أولا، فوائد البطاطا الحلوة في تعزيز صحة القلب والشرايين. غنى البطاطا الحلوة بالبوتاسيوم يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم. فمن المعروف بأن عنصر البوتاسيوم مهم جدا للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستويات ضغط الدم بالمعدلات الطبيعية. وكل 100 جرام من البطاطا الحلوة النية بتحوي ما يقارب 337 ملي جرام من البوتاسيوم. ثانيا، فوائد البطاطا الحلوة في إمداد الجسم بالطاقة. تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. كل 100 جرام منها مشوية تمدنا بما يقارب 90 سعر حراري، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب. ثالثا، فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري. تعتبر البطاطا الحلوة ذات مؤشر جلاسيمي منخفض. بحسب الأبحاث التي أجريت مؤخرا فإنها قد تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، فهي مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية. رابعا، فوائد البطاطا الحلوة للمناعة. بما أن البطاطا الحلوة مصدر غني وعالي في كل من فيتامين سي وبيتا كاروتين، فبالتأكيد ستلعب دور كبير في تقوية المناعة وتعزيزها عن طريق تحييدها للجذور الحرة ومكافحة الالتهابات والأمراض العديدة وخاصة أمراض البرد والشتاء. خامسا، فوائد البطاطا الحلوة لصحة البشرة والعيون. بما أن البطاطا الحلوة هي المصدر الرائع لفيتامين A المعروف بفيتامين الجمال، والبيتا كاروتين مضاد أكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، فبالتأكيد ستكون البطاطا دور كبير في زيادة بشرتك نضارة وإشراق. سادسا، فوائد البطاطا الحلوة في مكافحة السرطانات. في بعض الأبحاث التي تم إجراءها وجد بأن البطاطا الحلوة قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض أنواع السرطانات بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون. وبصفاتها غنية في مركبات الفلافونوت، فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم. سابعا، فوائد البطاطا الحلوة في الوقاية من فقر الدم. باعتبار البطاطا الحلوة مصدر للحديد والفوليت، بالتأكيد سيكون لها دور عظيم جدا في الوقاية من الأنيميا وفقر الدم، وينصح بها بشكل خاص للحوامل كوجبة خفيفة سهلة الهضم تساعد في إمدادهم بما يحتاجه من عناصر غذائية مهمة.
تامن حاجة ودي اخر حاجة معانا ان شاء الله. فوائد البطاطا الحلوة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. يوصي عادة بتناول كمية يومية من الألياف الغذائية لا تقل عن من 25 لـ30 جرام. للأسف فإن أغلب الأشخاص لا يتناولون هذه الكميات أغلب الأيام، مما قد ينتج عنه الإصابة بالتلبكات المعوية والإمساك. وتعتبر البطاطا الحلوة أحد الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد بالفعل في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتليين البراز والوقاية من الإمساك. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.